ضمن استعدادات جامعة الشارقة للعام الأكاديمي الجديد، قام فرع الذيد بجامعة الشارقة بجملة من الإجراءات التي تنطلق مع هذا العام الدراسي، ألا وهي عودة الطلبة بشكل تدريجي، حيث لدينا أكثر من نظام وطريقة للتدريس، منها ما سيكون في مقر الجامعة أو الآخر يكون بشكل هجين أو أونلاين، وكل هذه طبعا تحتاج إلى ترتيبات معينة وتم الأخذ بها. فضلا عن هذا، تم استقبال مجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية الجدد، مع أيضا عودة أعضاء الهيئة الأكاديمية السابقين وكذلك أعضاء الهيئة الإدارية بشكل كامل، حيث سيتواجد الجميع في مقر الفرع للعمل على انطلاقة هذا العام الأكاديمي الذي نتوقع أيضا بإذن الله تعالى سيكون بالقوة التي انطلقت فيها الأعوام السابقة، وسيقدم فرع الذيد في جامعة الشارقة كل الإمكانات اللازمة للطلبة من أجل العودة بشكل تدريجي، بحيث نضمن أن نوازن بين الإجراءات الاحترازية وأيضا تحقيق الجوانب العلمية بشكل كامل.